كنعرف عليك انك انسانه اجتماعيه كتبغي العائله بزاف ويعني عندك واحد مع داركم. علاش بشرى مازال ما كوناتش عائله؟ واش مازال ما لقيتيش فتى الاحلام؟ فتى وانا واجه فتى ويلي راه خصك تكون راجل قال لك فتى. لا هي انا تنقول العائله اللي كنتولدوا فيها اللي كتكون الاب والام والاخوان هي بالنسبه ليا هذيك يعني سي الارث. خاصك دائما يعني تبقى بعلاقه وطيده معاهم لانك كيعطيوك الجهد كيعطيوك السوفل كيعطيوك ربما هذه النظره الايجابيه للحياه. الوسط اللي كنترباو فيه مهم. داكشي علاش يعني ماشي لصقه بعائلتي ولكن كنحافظ انني نكون دائما على علاقه طيبه بالوالدين ديالي والاخوان. ولكن الاسره اللي غنكون انا سا ديبون با دو موا، سا ديبون دو واحد جوج الناس، انا كاينه وداك الاخر مازال ما كاينش. وفين هو؟ فين هو القدر المكتب ربي تيشوف؟ لا هو المكتب مازال ما وصلش. صح صح. والقدر هو اللي كيتكلف بالحوايج، غير هاد فارس الاحلام زعما كون كنجي على رجليه من القويره وكنوصل. فهمتي؟ زعما داك الفارس والعود وداك الشيء الاحلام اللي كون كنجي من موريتانيا. ويلي كون كنجي خويا من مامادو من عندنا. غير هذاك الشيء اللي كنا كنقراو في الروايات. وملي حنا صغار وكنحلموا ملي كنوليو يافعين او لا كندخلوا للتيران يعني الارض الواقع كاين اشياء اخرى هي اللي كتحكم. لا واقيلا بشرى لحقاش وليتي مديره داكشي علاش كيخافوا منك. لا ويلي على مديره. حيت بشرى هي المديره ديال المسرح المنصوري. طبعا ولكن دائما كيف ما انا تنقول المراه كيف ما بغات تكون واي منصب يعني وصلاتو كيف سواء في جميع المجالات كتبقى في لي كونديسيون. ما غنقولش غير مغربيه او لا مغاربيه، المراه العربيه بصفه عامه كتبقى وليه. هذا المصطلح ماشي وليه بالمفهوم السلبي ولكن كتبقى يعني دائما يعني خصها وراها رجل كتبقى انثى خصها الاسره خصها الدفء خصها الاولاد. اذا